السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثامن، راح نبدأ اليوم بدرس من دروس اللغة العربية اللي هو راح يكون من رسالتي عمانة. طبعا هذا الدرس من رسالتي عمانة، زي ما احنا شايفين هاي الرسالة من رسالتي عمان، صدرت عن المملكة الأردنية الهاشمية بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في 27 من شهر رمضان. الآن راح نشوف شو أهداف هاي الرسالة اللي هي رسالة عمان. هاي الرسالة تتضمن بيان يعرض الإسلام بصورته، يعرض رسالة الإسلام السمحة بصورتها النقية كما هي، وردا على الذين يتعرضون للإسلام بالتشويه والافتراء. الآن راح نشوف نقرأ الدرس ونستخرج المعاني والأفكار ونوضح اللي موجود في الدرس. يلا خلينا نقرأ مع بعض الفقرة الأولى من رسالتي عمانة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رسل الله وأنبيائه أجمعين. هذا بيان للناس لإخوتنا في ديار الإسلام وفي أرجاء العالم. تعتز عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية بأن يصدر منها في شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نصارح فيه الأمة في هذا المنعطف الصعب من مسيرتها بما يحيق بها من أخطار، مدركين ما تتعرض له من تحديات تهدد هويتها وتفرق كلمتها وتعمل على تشويه دينها والنيل من مقدساتها. ذلك أن رسالة الإسلام السمحة تتعرض اليوم لهجمة شرسة ممن يحاولون أن يصوروها عدوا لهم بالتشويه والافتراء، ومن بعض الذين يدعون الانتساب للإسلام ويقومون بأفعال غير مسؤولة باسمه. هذه الرسالة السمحة التي أوحى بها الباري جلت قدرته للنبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحملها خلفاؤه وآل بيته من بعده عنوان أخوة إنسانية ودينا يستوعب النشاط الإنساني كله، ويصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكرم الإنسان ويقبل الآخر. الآن بعد ما قرأت لكم الفكرة الأولى، خلينا نستعرض المفردات الصعبة والأفكار. طبعا واحد يعني الفقرة الأولى. طبعا هاي من رسالتي عمانة، حكينا هاي الرسالة بيان أصدرته المملكة الأردنية الهاشمية في 27 من شهر رمضان بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. طبعا حكينا أهداف هاي الرسالة، إنها تقديم رسالة الإسلام السمحة بصورتها النقية وتوضيحها للعالم، وردا على الذين يتعرضون للإسلام بالتشويه والافتراء. الآن بدأت هذه الرسالة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رسل الله وأنبيائه أجمعين. الآن وأصحابه الغر، ما معنى الغر؟ الآن الغري هي جمع، طبعا مفردها أغر، وهو الشريف، السيد الشريف.
الآن كلمة الميامين نفس الشيء، هي جمع مفردها الميمون وهو المبارك. وعلى رسل الله وأنبيائه أجمعين. هذا بيان للناس، هاي الرسالة تتضمن بيان للناس، معنى كلمة بيان توضيح. يعني هذا الخطاب هو توضيح للناس لإخوتنا في ديار الإسلام وفي أرجاء العالم، يعني هذه الرسالة لإخوتنا سواء في ديار الإسلام أو في جميع أنحاء العالم. تعتز عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، معنى تعتز تفتخر، تفتخر عمان بأن يصدر منها في شهر رمضان المبارك. الآن عمان بتفتخر بأنه هاي الرسالة صدرت منها في شهر رمضان، لأنه إحنا كلنا بنعرف أنه شهر رمضان شهر مبارك، لأنه أنزل فيه القرآن، وكان هذا القرآن هداية للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الفرقان هو اللي يفرق بين الحق والباطل، الهدى بمعنى إرشاد، والفرقان يفرق بين الحق والباطل. الآن هذا البيان شو ليش أصدر؟ نصارح فيه الأمة. الآن هذا البيان بدنا نصارح فيه الأمة في هذا في هاي الفترة الصعبة من مسيرتها، في هذا المنعطف الصعب من مسيرتها، بما يحيق بها من أخطار. معنى يحيق؟ يحيط، يعني بالرغم من الأخطار اللي بتحيق بهاي الأمة. معنى يحيق؟ يحيط. مدركين ما تتعرض له من تحديات. الآن الأمة بتتعرض لتحديات وتتعرض لصعوبات، هاي الصعوبات تهدد هويتها، يعني هاي الصعوبات راح تهدد هويتها، معنى هويتها حقيقتها، وتفرق كلمتها، وتعمل على تشويه دينها، تعمل على تزييف دينها والنيل من مقدساتها. طيب راح نشوف كيف. ذلك أن رسالة الإسلام السمحة. ما معنى كلمة السمحة؟ رسالة الإسلام السمحة، معنى السمحة السهلة. الآن هاي رسالة الإسلام الميسرة السهلة بتتعرض في هاي الفترة، تتعرض اليوم لهجمة شرسة. الآن هجمة شرسة معنى شرسة قوية. الهجمة اللي بتتعرض لها رسالة الإسلام من شدة قوتها، زي كأنها هجوم. ممن يحاولون، رح نشوف من مين هاي الهجمة، ممن يحاولون أن يصوروها عدوا لهم. الآن اللي ماخدين إنه الإسلام عدو لهم، راح طبعا يتعرض الإسلام من ناحيتهم لهجمة قوية بالتشويه. رح نشوف كيف الهجوم، شكل الهجوم تشويه وافتراء. الآن الافتراء اللي هو التزييف والكذب، معنى كلمة الافتراء التزييف والادعاء. ومن بعض الذين يدعون الانتساب للإسلام، يعني هاي الهجمة بتكون من الأعداء ومن اللي بيدعوا أنهم منتسبين لإيش؟ للإسلام. ويقومون بأفعال غير مسؤولة باسمه. كيف؟ يعني بنسبوا أفعال هم بيعملوها وبنسبوها لمين؟ للإسلام. هذه الرسالة السمحة التي أوحى بها الباري جلت قدرته. طبعا الباري اسم أسماء الله الحسنى، للنبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن هذه الرسالة حملها خلفاؤه وآل بيته من بعده. كان عنوان هذه الرسالة
عنوان أخوة إنسانية، يعني هاي الرسالة دائما كانت تدعو إلى الإنسانية والأخوة بين الناس، والدين ودينا يستوعب النشاط الإنساني كله. يعني طبعا رسالة الإسلام سهلة ميسرة. ويصدع بالحق، طبعا هذا الدين يصدع بالحق، معنى يصدع يبين الحق. ويصدع بالحق، هاي الدين الإسلامي يبين الحق، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بكل ما هو حسن وينهى عن كل ما يخالف الشرع، ويكرم الإنسان ويقبل الآخر. ديننا الإسلامي دائما بيكرم الإنسان، وعنده احترام لجميع الديانات، ويقبل الإنسان الآخر بغض النظر عن ديانته وبغض النظر عن لونه وجنسه، لأنه لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. طيب الآن راح نأخذ الفكرة للفقرة الأولى. شو راح نحط الفكرة على الفقرة الأولى؟ الفخر والاعتزاز الفخر برسالة الإسلام لأنها تعرض ما يواجه الأمة من تحديات. الفخر والاعتزاز برسالة الإسلام السمحة لأنها تعرض ما يواجه الأمة من تحديات. طيب خلينا نكمل. وقد تبنت المملكة الأردنية الهاشمية نهجا. الآن المملكة الأردنية الهاشمية اتبعت نهج، النهج هذا يحرص على إبراز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام. النهج اللي اتبعته يحرص على أنه توضيح الصورة الحقيقية للإسلام ووقف التجني عليه. يعني وقف إيش؟ التجني، الادعاء الكاذب على الإسلام. معنى راح نشوف الكلمة ومعناها بالنسبة لاثنين. معنى التجني الادعاء. ورد الهجمات عنه بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة التي تحملها قيادتها الهاشمية بشرعية موصولة بالمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الرسالة. الآن هذا النهج اللي تتبعه المملكة الأردنية الهاشمية يتمثل أول شيء في الجهود الحثيثة التي بذلها جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. الآن ما معنى كلمة الجهود الحثيثة؟ معنى الحثيثة المستمرة. هاي الجهود بذلها المغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. في عندي أنا هون أسلوب إيش؟ أسلوب دعاء، باللغة العربية بنسميه أسلوب دعاء، طيب الله ثراه، على مدى 5 عقود، وواصلها من بعده بعزم وتصميم. معنى عزم إرادة. راح نشوف مين الواصل هاي الجهود من بعده. جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين منذ أن تسلم الراية خدمة للإسلام وتعزيزا. إذا واصلها أول إشي السبب خدمة للإسلام، ثاني إشي تعزيزا لتضامن 1,200,000,000 مسلم يشكلون خمس المجتمع البشري. الآن تعزيزا إيش تعزيزا؟ تقوية. ودرءاً لتهميشهم أو عزلهم عن حركة المجتمع الإنساني. شو يعني درءاً؟ منعاً.
وتأكيدا لدورهم في بناء الحضارة الإنسانية والمشاركة في تقدمها في عصرنا الحاضر. الآن راح نتناول الفكرة الرئيسة بالنسبة للفقرة الثانية، تحدثت عن حرص الأردن على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام. حرص الأردني على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام. رح نأخذ بعض القواعد النحوية بشكل مبسط بس. الآن هذا بيان للناس. أخذنا بدرس القواعد المبتدأ والخبر، وأخذنا صور المبتدأ. الآن هذا هي اسم إشارة، بما أنها جاءت في بداية الجملة راح تكون مبتدأ، بس نوع المبتدأ جاء على صورة اسم إشارة. هي اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. وبيان هي خبر مرفوع علامة رفعه تنوين الضم. أن يصدر، طبعا أن حرف جر، أن حرف نصب، ويصدر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الآن الهاء في بها ضمير متصل عائد على مين؟ عائد على الأمة، وراح يكون في محل جر بحرف الجر، طبعا مبني في محل جر بحرف الجر. مدركين ما تعرض له، طبعا ذلك هي اسم إشارة للبعيد، أي اسم إشارة بنتهي بكاف يكون للبعيد. يحاولون، طبعا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. وطبعا الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الآن مسؤولة، أخذنا يتامن إنه أي كلمة بعد غير وبعض كل شو راح نعربها؟ مضاف إليه، مجرور، وعلامة جره تنوين الكسر. هذه الرسالة السمحة، طبعا وصفت اللي قبلها وقلنا النعت بتبع ما قبله، بما أنه مرفوع إذن هو نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. طبعا التي هنا اسم موصول، حملها الضمير إذا اتصل، هاء الغائب حكينا إذا اتصلت مع الفعل دائما بتكون في محل نصب، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. طيب الهاء عائدة على مين؟ على الرسالة، أكيد حملها الرسالة. الآن تبنت فعل ماضي مبني على الفتح، تأتي الساكنة على محل لها من الإعراب، ولكنها كسرت منع التقاء الساكنين. الهاء في بدلها ضمير متصل عائد على الجهود، طبعا وهي في محل نصب مفعول به. وتصميم، طبعا مسبوقة بواو، الواو حرف عطف، وما بعد حرف العطف نسميه اسم معطوف مجرور
وعلامة جره تنوين الكسر. الآن خدمة وتعزيزا، هنا عندي توضح السبب لماذا تسلم الراية خدمة وتعزيزا، اللي بنجاوب عنه ب لماذا بكون منصوب، بذكر السبب بنسميه مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح. إذا معنى خدمة وتعزيزا هي مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. يعطيكم العافية طلابي، ونواصل الحصة القادمة إن شاء الله، وكملوا استخراج على نفس النمط. يعطيكم العافية.